لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بس في البداية حابب أفكركم بقانون كده أو قوانين كنا خدناها زمان، قوانين بسيطة جدا عشان في ناس كتيرة بتتلخبط فيها. أنت حط جذر ثلاثة وأنت حط ثلاثة، فإيه بس معلومة بسيطة كده في الأول. أنا عندي إحنا شغالين في ديستريبيوشن، شغالين ستور، تمام؟ ف الستور معروف إن الأي الأي لاين هو او الكرنت في اللاين هو نفس كرنت الفيز، يعني الاي لاين بيساوي اي فيز، لكن الفولت مختلف. لكن الفولت عندي مختلف، فالفي فيز مختلف عن الفي لاين، فانا عندي الفي لاين بيساوي جذر 3 الفي فيز، تمام؟ في الحاله دي انا لو عايز اجيب الباور، الباور في السنجل فيز طبعا الباور احنا عارفين ان هي كميه سكيلر مش فيكتور، فالباور بتساوي اي فيز في الاي، طبعا في اللاين مش فارقه، كوزاين فاي، تمام. الباور كثري فيز بتساوي 3 في فيز في الاي كوزاين فاي، 3 في فيز، تمام، في الاي كوزاين فاي. طيب معنى كده ان انا لو عايز اجيب الباور كثري فيز هقول ايه؟ هقول 3 في فيز في الاي على جذر على 3 في فيز في الاي كوزاين فاي، دي الباور. لو رحت قاسم بدل ما اكتبها بالطريقه دي، رحت مغير الفي فيز بالفي لاين، فبالتالي هتبقى الباور هتساوي جذر 3 في فيز في لاين في الاي كوزاين فاي، جذر 3 في لاين اي كوزاين فاي، معلش دي ده خطا، الباور بتساوي جذر 3 في لاين في الاي في كوزاين فاي. الناس معايا سامعاني ولا في مشكله في الصوت؟ الو الناس سامعاني ولا في مشكله في الصوت؟ تمام معلش هعيد الجزء ده تاني عشان في خطا في كتابه الصور الموجوده. بقول ان انا الباور كثري فيز بتساوي 3 في فيز في الاي كوزاين فاي، والفي لاين بيساوي جذر 3 في فيز، فانا في الحاله دي الفي فيز بيساوي في لاين جذر 3، فانا هشيل ال 3 هشيل الفي فيز واحط مكانها في لاين على جذر 3، والثلاثة دي كانها جذر هيبقى جذر 3، فهشيل جذر 3 مع جذر 3، ففي الحاله دي الباور كثري فيز بتساوي جذر 3 في لاين في الاي كوزاين فاي، معلش ده خطا في كتابه الجزء ده. الفي لاين عباره عن 380 والكوزاين فاي هو 8 من 10، يبقى الاي هتساوي الباور كثري فيز على جذر 3 في لاين كوزاين فاي، تمام. يعني ممكن اقول ان الباور هتساوي الكرنت بتاعها هيساوي البي على جذر 3 في ال كوزاين فاي، ففي الحاله دي الفي لاين 380 معروف والكوزاين فاي 8 من 10، يبقى لو انا حسبت الجزء ده هلاقيه حوالي 1.9 او 2. فعشان كده في بعض الناس بيقول لك لو انت عايز تجيب الكرنت من الباور بتضرب في 2، هي تقريبا 1.9 او هتضرب الباور في 2 هيديك الكرنت على طول. طيب الاس بتساوي ايه؟ او الاس اللي هي كومبلكس باور بتساوي البي على 8 من 10 او اللي هي فولت امبير. يعني لو هجيب الاي هتساوي اس على جذر 3 في 380، طبعا ما بقاش عندي الكوزاين فاي، بالتالي الجزء ده كله بيساوي 1.5. فبعض الناس بيقول انا هضرب الفولت الكيلو فولت امبير في 1 بس هيديني على طول الايه؟ الكرنت اللي عندي. يبقى انا جبت الاي اللي انا جبته ده هو اي لود، هضرب الاي لود ده في 1
بوينت 25 هيديني الاي سيركت بريكر. هدخل على الكتل بتاع السيركت بريكر ابدا احدد منه السيركت بريكر. انا في الحاله دي جبت ايه؟ جبت السيركت بريكر. طب اجيب الاي كيبل ازاي؟ هجيب الاي كيبل هيساوي الاي اللي عندي اللي هو الاي لود اللي انا جبته من هنا هيساوي الاي لود ده في 1.25 اسمها الدريتنج فاكتور. ايه الدريتنج فاكتور؟ الدريتنج فاكتور السؤال ده مجموعه من الفاكتورز بتبقى زي عباره عن مثلا الكابل بتاعي ده انا هحطه على عمق قد ايه، الكابل بتاعي هيبقى محطوط بكابلات ثانيه وفي معامل بينهم، مجموعه من الفاكتورز بضربها في بعضها في الاخر بتديني الدريتنج موجود في الكتالوج بتاع السويدي او موجود كل مصر. تمام، عشان اريحك ما تبقاش تتعب نفسك هتقول الاي كيبل ده هيساوي الاي لود في 1.25 في 1.25 تاني. طيب انا سيفت كده الكرنت بتاع الكابل ده اكبر من الكرنت بتاع السيركت بريكر. ليه؟ لو انا عندي سيركت حصل مشكله يعني الحمل بتاعي زاد او الكرنت زاد، فالافضل من البريكر بتاعي يبوظ افضل من الكابل هو اللي يبوظ، عشان كده انا سايب الصوره صوره خالص سايب. الصوره كده كويسه انت؟ ظهرت الصوره ولا لسه؟ بس معايا يبقى الاي كيبل اللي عندي هيساوي اي في 1.25 في 1.5 سبب ان انا بسيخ الكابل اكتر من السيركت بريكر بحيث لو حصل مشكله او كارنت زاد الكابل السيركت بريكر يبوظ لكن الكابل ما يحصلوش مشكله. طبعا في بعض المكاتب او في بعض الاحيان بتلاقي نفسك مضطر ان انت لازم تقلل الكابل بتاعك شويه، ممكن عشان الكوست ممكن عشان اسباب تانية، فرنج اللي انت تلعب فيه ان انت تضرب الكابل عشان تجيب سيركت بريكر تضرب في 1.1 وعشان تجيب الكابل تضرب في 1.1 تاني، كانك بتسيف ده بنسبه 90% بنسبه 10% بنسبه 10%، لكن ما تحاولش تقلل عن كده لان في الحاله دي هيبقى في مشكله. يعني في بعض الناس بتجيب الكرنت وتجيب عليه السيركت بريكر وتجيب عليه الكيبل، الكلام طبعا مش مظبوط. تمام؟ بعد كده انا عشان احدد بتاعي في اكتر من فاكتورز، ايه الفاكتورز اللي عندي؟ اول حاجه اللي هو ريت الكرنت اللي انا هجيب عليه الكابل. تمام؟ الحاجه هجيب الكابل على اساس الريتك كارنت وعلى اساس الفولج دروب، هيبقى في فولج في الدايره ولا لا، والفولج دروب ده هو الفقد او الدروب اللي بيحصل في الجهد من الترانسفورمر لغايه اخر اللود. تمام، في الحاله دي ده في نسبه المفروض ما عديهاش، وهي المفروض عند اخر لود يكون ما يعديش ال 5% من الفولت عند الترانسفورمر. بعد كده لو انا حسبت حساباتي ولقيت ان الفولج دروب ما فيهوش مشكله خلاص ببدا ادخل على حاجه ثانيه وهي حسابات الشورت سيركت. هنتكلم دلوقتي على حسابات الفولج دروب. لسه معايا الاول ولا مش معايا؟ لسه معايا؟ تمام، عشان احسب الفولج دروب اكتر من طريقه اقدر احسب بيها الفولج دروب، بس اسهل طريقه ممكن احسب بيها الفولج دروب هو ان انا بيديني في الكتالوج بتاع الكابلات او زي مثلا الكتالوج السويدي
او ايا كان نوع الكتل ده، زي بحر مثلا او ايا كان نوع الكتل، او حتى في الكوري المصري بيديني المين ليفل اللي بيحصل ضرب، او بيحصل ضرب في كل كابل بقيمه مين ليفل معينه لكل امبير لكل متر، تمام؟ فيقول لي مثلا ان انا عندي الفولت دروب اللي هيحصل على كابل مثلا مدار كابل 35 زائد 16 كبر بي في سي على بي في سي في الجدول بتاع الكابلات، هيحصل مثلا فرق 1.034 مثلا لكل متر لكل امبير. طب لو انا عندي 10 امبير يبقى انا هضرب ال 10 في القيمه دي، هتديني قيمه الفولت الفرق اللي هيحصل في الفولت او الهبوط اللي هيحصل في الفولت في الواحد متر. طب لو انا عندي كمان 10 متر يبقى هضرب كمان في ايه؟ في القيمه اللي طلعت لي، هيديني الفولتج دروب من 10 امبير ل 10 متر. طب ايا كانت بقى قيمه التيار اللي عندي، وايا كانت قيمه الطول اللي عندي، ببدا اجيب الفولتج دروب بتاعي ان انا بضرب القيمه، باخد شوف الكابل بتاعي اللي انا هسميه كروس سكشن اريا بتاعته كام، ببدا اضرب الامبير اللي طلع لي اللي هو الاي لود اللي انا جبته في الاول خالص اللي هو ده، الامبير اللي طلع في الاول خالص اللي هو الاي ده، وابدا اضربه في قيمه الهبوط في الجهد اللي حصل عندي اللي هو مديهولي في الكتالوج بتاع الكابلات او في الكود المصري، واضربه في قيمه المسافه بتاعتي بتاع الكابل اللي هو هيمشيها الكابل. ما في الحاله دي جبت الايه؟ جبت الفولت. الفولت بتاعي هيجي بالايه؟ هيديني بالميلي فولت، فاقسم على 1000 هيديني بالفولت، تمام؟ بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هجيب النسبه او نسبه الهبوط في الجهد اللي هي المفروض ما تعديش ال 5% من اول ترانسفورمر لغايه اخر مخرج عندي، هقسم على 380 واضرب في 100 هيبدا يديني الايه؟ نسبه الهبوط في الجهد. طبعا الكلام ده انا مش بعمله بايدي، انا ببدا اعمله على شيت اكسل، وهنشوف هنعمل شيت اكسل ده ازاي. هفتح شيت اكسل، هعمل جدول مثلا بالشكل ده، لكن مثلا هنا الفولتج دروب هكتب في اول سيل عندي هكتب نمره، بعدين هكتب التيبل، بعدين هكتب لون تو، بعدين الباور كيلو وات، بعدين باور من كيلو فولت امبير، بعدين الكرنت امبير، بعدين بالمتر الفولت دروب بالفولت، بعدين الفولت دروب وليكن عندي كيلو رقم واحد، الكيلو ده مثلا زي ما احنا قلنا مثلا رقم 3 في 35 16 مثلا الكبر بي في سي على البي في سي، هو مثلا لوحة وليكن اسمها ام بي بي، لوحة تانية اسمها وليكن ال بي داش،
جي ار مثلا 1 اسم اللوحه، يعني اللوحه واخده من لوحه ام دي بي، اللوحه الرئيسيه ام دي بي، واللوحه دي مثلا حضرتك اسمها اي دي بي جي ار 1. اللوحه مثلا دي الحمل بتاعها وليكن 50 كيلو مثلا، الفولت امبير بتاعها المفروض هيساوي ايه؟ هقول هيساوي اللي هي ال 50 دي على 8 ل 10. انا كده جبت ايه؟ الفولت امبير، بعدين الكرنت هيساوي المفروض الفولت امبير اللي طلع عندي ده على جذر 3 اللي هو حبان 7 × 2 في 380. كده جبت ايه؟ الكرنت. طبعا الكرنت ده المفروض هيتقسم على ايه؟ الثاني كيلو فولت امبير على 2 × 3 في 380. نقفل القوس الثاني. هنقول القيمة دي تدرس في كام؟ في 1000. هيدينا القيمة دي بالامبير. الطول عندي مثلا وليكن 20 متر، هكتبها طبعا هقفل الكلام ده من الكاد فولتج دروب. هدخل على الكتالوج بتاع الكابلات واشوف الكابل 335 ده الفولت الميني فولتج دروب، الميني فولتج اللي بيحصل له دروب فيه كام؟ مثلا زي ما احنا شفنا مثلا هنا وليكن 1.034 مثلا، فهقول الكلام ده هيساوي واحد زيرو ثري فور في قيمة الكرنت في قيمة اللينس اللي عندي، هيديني القيمة دي. بس القيمة دي كده بالايه؟ بالملي فولت. يبقى الكلام ده كله على ايه؟ على 1000 بالفولت. طيب النسبه دي تمثل كام؟ او الجزء ده يمثل كام؟ طبعا دي 20، خلينا مثلا نغير 50 اللي غيرت معايا. القيمه دي تمثل لي كام؟ كنسبه مئويه. هقول ده هيساوي القيمه اللي عندي دي على 380. انا شغال طبعا في فيز، عشان اجيبها كنسبه مئويه هتلاقي هتديني 1.2. 1.2 كده انا ما عنديش مشكله في الايه؟ في الكابله ده، لان هو ما وصلش لكام؟ ما وصلش لخمسه. تمام؟ طب لو انا زودت خليت دي مثلا وليكن 200، هلاقيها وصلت كام؟ وصلت 5% او عدت ال 5%. وفي الحاله دي يبقى انا لازم عشان احل الموضوع ده يا اما اكبر الكابل ده شويه يا اما اقرب الحمل ده شويه. فطبعا ان انا اقرب الحمل شويه ده صعبه. يبقى الحل اللي انا ممكن استخدمه اعمل ايه؟ ان انا اكبر الكابل ده بدل 35 مثلا خليه 50 + 25، وتبدا هتلاقي ال 50 + 25 الملي فولت بتاعه هيقل عن كده، وبالتالي هيقل لك الايه؟ هيقل لك نسبه الهبوط في الجهد. يبقى انا مش هعتمد ان انا الريت الكرنت جبت عليه الكابل بتاعي، لا انا لازم احسب الهبوط في الجهد عشان اقدر اعرف الكابل بتاعي ده هيبقى مناسب ولا هيبقى مش مناسب. تمام؟
الناس معايا سامعاني؟ صوت واضح ولا في مشكلة؟ كده انا حسبت ايه؟ كده انا حسبت الفولتج دروب بتاعي وعرفنا ازاي نعمل جدول بتاع حسابات الفولتج دروب. طبعا احط كل الكابلات بتاعتي هنا كده بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. نيجي بعد كده نشوف حسابات الايه؟ حسابات الشورت سيركت. لازم عشان اتاكد ان الكابل بتاعي ده هيبقى مناسب لازم اعمل حسابات الشورت سيركت. حسابات الشورت سيركت هعملها ازاي؟ حسابات الشورت سيركت. الشورت سيركت بتحسب باكتر من طريقه، يمكن اسهل طريقه اللي موجوده في الكود المصري بيحسب الشورت سيركت، بيقول ان الاي شورت سيركت بتساوي الفي اس على الزد توتال. ايه الفي اس دي؟ الفي اس دي هي النيو فولتج، ودي بتمثل 1.5% في الفيز فولتج. يعني بضرب الفيز فولتج في 1.5% بيديني الفي اس. فلو ضربت الفيز فولتج اللي هو 220 هضربه في 1.5% هيديني حوالي 231. تمام؟ فالاي شورت سيركت ده الفي اس على الزد توتال. طب ايه الزد توتال دي؟ زد توتال دي هي مجموع المقاومات او مجموع المعوقات بتاعت السيستم اللي عندي. يعني لو انا حصل عندي شورت سيركت في مكان معين من الدايره بتاعتي يبقى انا هجيب من اول السورس لغايه النقطه اللي حصل فيها الشورت سيركت هبدا اجيب مجموعه المعوقات الموجوده دي واقسم الفي اس على الزد توتال مجموعهم هيبدا يديني الاي شورت سيركت. هنشوف حاجه ازاي نحسب الرقم ده. اول حاجه هنحسب الزد عند السورس، وبعدين هنحسب الزد عند الترانسفورمر، وبعدين هنحسب الزد عند السيركت بريكر او السيركت بريكر والكيبل والرود والضغط اللي هي موجوده سواء كان الباسوي او سواء كان الضغط موجوده في اللوحات. اول حاجه لو انا هحسب عند السورس، طبعا في بس قانون لازم نكون عارفين، اكس بتساوي ام جي ال وام جي بتساوي 2 باي اف. هنا دي هي الاندكتنس. تمام؟ هو فايدتها ايه بعدين؟ لما نيجي نشوف نتكلم عن ازاي نحسب الزد بتاعت بتاعت الكيبل. اول حاجه عند السورس انا ههمل ايه؟ انا ههمل قيمه الريزيستنس. فالار عند السورس هنعملها من جلوبالي، والاكس هتساوي 3 في اس تربيع على الكيلو فولت امبير شورت سيركت. حتى لما نيجي بعد كده نتكلم على برنامج الانتاج هتبقى قيمه، في قيمه اللي هي اكس على ار، هتبقى قيمه الاكس بالنسبه لار قيمه كبيره. المهم دلوقتي انا عايز اجيب الاكس والار عملتها انجكتد، فالاكس هتساوي 3 في اس تربيع على الكيلو فولت امبير شورت سيركت. قلت الفي اس دي من شويه اللي هي 1.5% في الفيز فولتج اللي هو 220 هتديني حوالي 231. والكول فولت امبير شورت سيركت هي قدره شبكه الكهرباء على تغذيه الشورت سيركت اللي هيحصل عندي. تمام؟ القيمه ثابته بتعتمد على السيركت بريكرز بتاعت شبكه الكهرباء. فمثلا في مصر لو كنت شغال على جهد 22 بعتبرها 750، وانا شغال على جهد 11 بعتبرها 500 ميجا فولت امبير شورت سيركت. في الحالة دي هيبقى عندي الاكس هتساوي 3 في 231 كل تربيع على قلت 750 ايه؟ ميجا فولت امبير. انا القانون هنا موجود ايه؟ 3 فيس تربيع على كيلو فولت امبير شورت سيركت.
طالما ميجا يبقى 750,000 كيلو فولت امبير شورت سيركت هتديني حوالي 0.21. دي قيمة الايه؟ دي قيمة الاكس عند مين؟ عند السورس. قلنا بعد كده هنجيب عند مين؟ هنجيب عند الترانسفورمر. هنجيب عند الترانسفورمر دي ممكن نجيبها دايركت من الكود المصري موجود، بس مشكلة في الادو بيلر مش شغال، بس هحاول نفتحها. المهم عندي فيه في الكود المصري في جدول، الجدول ده بيكون موجود فيه قيمة الزد لكل ترانسفورمر اللي بتستخدم. مثلا على سبيل المثال الترانسفورمر 1 ميجا بتلاقي الزد بتاعته 8 مليون وهكذا، بتلاقي كل القيم دي موجودة. طيب لو القيم دي مش موجودة ممكن طبعا لو انا عندي ترانسفورمر او دي داتا شيت ممكن اجيبها من الداتا شيت. ممكن اجيب القيمة دي من الداتا شيت. ممكن هو يديني قانون ممكن احسب بيه، يبقى ان الزد بتاع ترانسفورمر بتساوي 3 في اس مبني على الكيلو فولت امبير في الفي اس سي. التلاتة في اس دي احنا كانت موجودة في القانون اللي فات اللي هي في اس قلنا انه فولتج اللي هو بيساوي 1.05 في 220 اللي هي 231، يعني 3 في 231 كل تربيع على الكيلو فولت امبير اللي هو الريتد بتاع او الريتنج بتاع بتاع المحول اللي عندي، او المحول مثلا 1 جيجا هتبقى دي عباره عن 1000 كيلو فولت امبير في الفي اس سي اللي هي نسبه الهبوط في الجهد ناحيه الجهد المنخفض في حاله الحمل الكلي اللي هي بتبقى لكل ترانسفورمر ليها قيمه معينه. فمثلا دي برضه بتيجي من في جدول موجود في مصر او في الداتا شيت بتاعه المحول. فمثلا وليكن محول 1 ميجا كان موجود في الكود المصري قيمتها حوالي 50، فالقانون في الحاله دي هيقول 3 في 230 كل تربيع على 1000 في 5% هيديني حوالي 8 مليون. تمام كده جبت الزد عند ايه؟ عند الترانسفورمر. يبقى انا كده من المعادله اللي فاتت بتاعت السورس قدرت اجيب الايه؟ قدرت ان انا اجيب الزد برضو عند السورس. الزد عند السورس الار مدول اكس هتبقى هنا الزد، فاقدر في الحاله دي ادي قيمه الزد عند الايه؟ عند السورس، وجبت قيمه الزد عند الترانسفورمر. طيب بعد كده هنجيب عند السيركت بريكر، وانا عاده لما باجي احسب شورت سيركت بهمل السيركت بريكر وبهمل الرد لو كان موجود في اللوحات، يعني لوحات الردات الموجوده في اللوحات مش هعرف طول الرد قد ايه، فممكن اهملها. وممكن طبعا لو انت عايز تاخدها في الحسبان مفيش مشكله بتاخدها. فهجيب عند السيركت بريكر اللي انا طبعا اللي انا بحسبه او المفروض انا بحسبه في شغلي، بحسب السورس وبحسب الترانسفورمر وبحسب الكيبل، وبجمع الزد بتاعتهم كلهم، وبعدين اقسم الفي اس على الزد توتال اللي هي تجميع بتاعت السورس وبتاعت بتاعت الكيبل وبتاعت الترانسفورمر. لكن لو انت عايز تدخل السيركت بريكر هنا مفيش مشكله، الار بيعتبرها هنا نجلكتد والاكس بتساوي 15% من يوم. يعني لو انا عندي 3 سيركت بريكر موجودين في الدايره بتاعتي برضه 3 في 15% بيديني قيمه المين يوم للايه؟ للسيركت بريكر. مين من الكابلات؟ الكابلات هتحسب الار وهتحسب تمام الار ما فيهاش مشكله، انت ممكن تجيبها دايركت من الكتالوج، بقى في جدول في الكتالوج. ممكن المره الجايه ان شاء الله اكون ظبطت موضوع الادو بريدر بحيث اوريكم ايه الكتالوج دي، الحاجات دي موجوده فين في الكتالوج. ممكن اجيب قيمه المقاومه دايركت من الكتالوج واضرب بيبقى مديني قيمه المقاومه لكل 100 متر او لكل متر ايا كان على حسب الكتالوج اللي عندك، اضربها في الطول اللي عندي بحيث ان انا اجيب قيمه المقاومه للايه؟ للكابل كله.
احسبها، انا ممكن احسبها ال R اس دي هتساوي الرو في ال على اي اللي هي الكوندكتيفيتي، وال M اللي هي اللينس، وال M هي كروس سكشن اريا. فطبعا انا عندي لو كان الكابل او كان الكبر ده هيبقى مثلا كان مثلا الكبر هيبقى 21 اللي هي الكوندكتيفيتي، في الطول بتاعي ايا كان الطول، والكروس سكشن اريا بتاعتي بتبقى موجوده. وفي الحاله دي هيديني برضو القيمه بتاعتي بدي بالمليون. طيب عايز اجيب الاكس، الاكس انت بقى موجوده في الكاتالوج هتجيبها، وعندنا في كاتالوج ما بتبقاش موجوده فيها هتجيب طبعا في الـ في الـ ما بديش الاكس بيديني ال، فبالتالي عشان اجيب الاكس هتساوي اوميجا ال، اوميجا اللي هي 2 باي اف، هبدا اجيب منها ايه؟ اجيب منها الاكس، او ان انا على طول ممكن اضرب 7% في طول الكابل، يعني اشوف طول الكابل كام واضرب 7%. اوضح تفاصيل القانون تاني بتاع الشرط تاني. حسبت الاول عشان احسب الشورت سيركت اللي عندي، بقول ان انا عندي الاي شورت سيركت اللي انا عايز احسبه هيساوي الفي اس على الزد توتال. الفي اس هي النيو لود فولتج اللي هي عباره عن الفيز فولتج ناحيه الجهد المنخفض، يعني لو انا بحسب عند السورس، السورس ده كام؟ 220، فانا بنسبه ناحيه المنخفض، فبيبقى الفي اس ده عباره عن 220 في 220 في 1.5% تمام، اللي هو الفي نورمال هيساوي حوالي 231. ده ايه؟ ده الفي اس. ماشي، هجيب الايه؟ هجيب الزد توتال. الزد توتال دي اللي هي قيمه دي من اول السورس لغايه المكان اللي حصل فيه الشورت سيركت. تمام؟ في عندي اكتر من حاجه لازم احسبها معايا. ايه الحاجات اللي ممكن احسبها معايا؟ هحسب قيمه الزد عند السورس، يعني بالشبكه اللي انا واخد منها اللي هي شبكه الحكومه اللي انا واخد منها، وبعدين احسبها عند ترانسفورمر زد بتاع ترانسفورمر، واجمع بتاع السورس على ترانسفورمر، وبعدين لو عندي سيركت بريكر الكونتاكت بتاعته ليها برضو زد بحسبها وبجمعها على اللي قبلها، وبعدين الكابل نفس الموضوع، وبعدين زد نفس الموضوع، اجمع كل الكلام ده مع بعض ويبدا يديني ايه؟ يبدا يديني زد توتال. اقسم الفي اس على الزد توتال، يبقى انا كده جبت الايه؟ الشورت سيركت. تمام؟ احنا حسبنا عند الايه؟ حسبنا عند السورس، وقلنا ان عند السورس 3 في اس على كيلو فولت عند الشورت سيركت، دي احنا ما فيش مشكله فيها. بعدين حسبنا عند الترانسفورمر، وقلنا الترانسفورمر كمان ممكن اجيبها من الكود المصري دايركت، لو كان الادوب ريدر كان شغال كنت وريته الجدول اللي انا هجيب منه. جبنا عند الترانسفورمر، وقلنا ان عند الترانسفورمر ممكن اجيبها من الكود المصري دايركت، مش محتاج ان انا احسبها، او ممكن اجيبها من الداتا شيت بتاع الترانسفورمر، ولو عايز احسبها قلنا مفيش مشكله، هي عباره عن 3 في اس تربيع على الكيلو فولت بير في الفي اس اس دي. 3 في اس، في اس احنا عرفناها اللي هي 231، 231 كل تربيع على فولت امبير، ده كيلو فولت امبير ده الريتد بتاع الترانسفورمر اللي هو مثلا وليكن 1 ميجا، بس مش هكتبه 1 ميجا، هكتبه 1000، ان انا 1 ميجا ده كيلو فولت امبير، في الفي اس سي، في اس سي اللي هي نسبة في الجهد ناحيه الجهد المنخفض حاله الحمل كله، اللي هي برضه بتبقى موجوده في جدول في جدول في نفس الجدول في الكود المصري، او بتبقى موجوده في الداتا شيت بتاع المحول. فمثلا على سبيل المثال احنا قلنا وليكن لو محول 1 ميجا هتديني 5%، هبدا طبعا هبدا دي هلاقي ان الزد عند الترانسفورمر عباره عن 8 مليون. تمام؟ طيب بعد كده عند السيركت بريكر، عند السيركت بريكر قلت هجيب السيركت بريكر، لان انا عندي في المسار بتاعي لوحه بتدي لوحه بتدي لوحه، في عندي 3 سيركت بريكر موجودين، يبقى هضرب 3 في
15%، يعني كل سيركت بريكر هضربه في كام؟ في 15% هيديني قيمه زد بتاعتي بالملي اوم. بعد كده هجيب عندي الكابلات اوم الكابل، عشان هجيب من حاجتين، هجيب الار وهجيب الاكس، عشان طبعا انا عندي الزد بتساوي جذر التربيع لار زائد ايه؟ لار زائد الاكس. تمام؟ عندي الزد بتساوي الجذر التربيعي لار تربيع زائد الاكس تربيع. تمام؟ فهجيب الار وهجيب الاكس، دي تربيع زائد، انا جبت ايه؟ جبت الزد. تمام؟ فهجيب الار الزائد الكابل، الار بتاع الكابل ممكن ان هنجيبها من الكتل بتاع الكابلات دايركت، او اطبق المعادله اللي عندي دي ولت ان على ايه؟ ولت ان هي كوندكتيفيتي، ولت ان هي لينس، ولت ان هي كروس سكشن اريا بتاع الكابل. يعني الكابل مثلا 35 زي ما احنا استخدمناه، فهقول ايه؟ يبقى الاريا الكروس سكشن اريا دي ايه؟ عباره عن 35. تمام؟ 35 من متر مربع. تمام؟ فعندي الرو لو كان الومنيوم هتبقى 33، ولو كان ولو كانت الرو كبر، لو كان الكحل عندي كبر هتبقى 21. في الحاله دي هطبق المعادله اللي عندي، ان انا عندي الار اس سي بتساوي الرو اللي هو عندي عاده بيبقى مستخدمين كبر، يبقى 21 في الطول بالمتر في اعلى الكروس سكشن اريا، دي طبعا بالملي والثانيه بالملي، فهيبقى الملي ده هيبقى مع الملي مش هيبقى فيه مشكله. وبعدين هضرب في الايه؟ في الطول اللي عندي كده، يبقى انا جبت الايه؟ جبت الار. بعدين هجيب الايه؟ الاكس. الاكس دي الكتل مع الاندكتنس تبقى ما فيش مشكله. هبدا اجيب الاكس بتساوي اوميجا ال، اللي هي بتساوي اوميجا بتساوي 2 باي اف، يبقى 2 باي اف في ال، الفريكونسي عندي 50، والباي اللي هي 22/7، واضرب في ايه؟ في الاندكتنس اللي عندي. طب انا ما عنديش الكلام ده عامه في الكتالوجات، مش موجود الاندكتنس اللي عندي دي، يبقى هجيب طول الكابل اللي عندي واضربه في 100، يبقى انا جبت دي، يبقى عندي كده اكس، وعندي الار بتاع الكابل، انا في الحاله دي اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الزد اللي عندي. تمام؟ الرد نفس الموضوع ممكن اجيبه بنفس الطريقه، الار طبعا نيجاتيف لان هي اصلا طول صغيره، والاكس ممكن اضرب 15% في ايه؟ في طول الطول اللي عندي. وعاده انا قلت لكم انا بهم الرد وبهم السيركت بريكر، فيبقى عندي مجموعه المكونات اللي عندي، او مجموعه المعوقات اللي عندي سوري، بتساوي المعوقه بتاعت السورس زائد المعوقه بتاعت الكيبل زائد المعوقه بتاعت الترانسفورمر، يبدا يديني الزد توتال اللي عندي. اقسم، ارجع للقانون الاولاني، اقسم ال في اس على الزد توتال، يبقى انا جبت ايه؟ الار شورت سيركت. تمام؟ في مشكله في الشرح اللي فات؟ الناس معايا في مشكلة في الشرح اللي فات؟ طيب، في بعض الأوامر احنا عايزين نوضحها في الكتاب، ممكن ما اتكلمناش عنها قبل كده، نحاول ناخد فكره عنها. لا، هو
الكاب مهم، لان الباشمهندس بيقول مش لازم كاب، الكاب مهم لان هو في حاجات هديها دلوقتي هشتغل. مش عارف الشورت سيركت قيمه ما ينفعش اعديها لكل كابل. كويس ان سال السؤال ده. لا هو الموضوع مش كده، الموضوع ان انا حسبت قيمه الشورت سيركت، المفروض بروح على في جدول موجود في الكتالوج بتاع السويدي هلاقي مكتوب جنبين قيمه الشورت سيركت اللي بتملها كل كابل، المده زمنيه معينه 0.1 سكند 0.2 سكند 0.3 سكند وهكذا. كل ما الوقت بيزيد كل ما قيمة الشورت سيركت، كل ما قيمة تحمل الكم الشورت سيركت بتقل. فأنا باجي عند 0.1 سكند وأبدأ أشوف هل قيمة الشورت سيركت اللي أنا حسبتها دي هيتحملها الكابل ولا لأ. لو مش هيتحملها أبدأ أدخل على الكابل اللي بعده. تمام؟ فدي فايدة إن أنا أحسب الشورت سيركت. تمام؟ وأنا أحسب الشورت سيركت دلوقتي على برنامج الإيتاب. بس قبل ما نحسبه هبدا ندخل الاول على الكات، في حاجه معينه هتسهل عليك شغل كتير هنقدر نتعلمها وبعدين هنكمل على برنامج الايتاب. في عندي حاجه اسمها الدايناميك بلوك. ايه الدايناميك بلوك؟ وانا عندي هنا الريكتانجل، الشكل ده ودي ترسمت كمان هنا سيركل بالشكل ده. الشورت سيركت بحسبه عشان القاطع وعشان الكابل. انا دلوقتي في حساباتي في الحسابات بتاعتي انا بختار الكابل بتاعي، فقلت في حاجتين بيتحكموني في اختيار الكابل، الفولتج دروب والشورت سيركت. يعني انا بحسب الريتد كارنت بجيب منه الكابل بتاعي، بعدين ابدا احسب الفولتج دروب عشان اشوف انا هعلي الكابل ولا لا، بعدين احسب الشورت سيركت نفس الموضوع عشان اعرف اللي بتاعي هتحمل الشورت سيركت ده ولا لا. كمان لازم السيركت بريكر بتاعي برضه يكون يتحمل الشورت سيركت اللي انا حسبته ده. تمام؟ وهنشوف ده على برنامج الايتاب. نرجع للاوتوكاد. انا عندي هنا الاوتوكاد عندي الجزء ده عرفنا ازاي نعمله بلوك، وهكتب اي اسم البلوك ده واقول اوكي كده اتعمل ايه؟ اتعمل بلوك. هعمل عليه كليك مرتين هيدخلني في الايديتور بتاع البلوك ده. هاجي هنا في عندي على الجنب الشمال في حاجه اسمها بارامتر، اختار من بارامتر فيزابيليتي واعمل كليك هنا كده في اي مكان، وبعدين على فيزابيليتي هدخل على اكشن وابدا اختار او بلاش اكشن. هاجي على فيزابيليتي عندي فيزابيليتي التيتس هنا فوق، اعمل كليك عليها وابدا اعمل هنا نيو واكتب مثلا وليكن سي اللي هي سيركل، وهي على المفروض يعديها اعملها نيو وخليها مثلا الار اللي هي وليكن ريكتانجل، واعمل واحده ثانيه مثلا واقول توتال مثلا او ار سي مثلا ايا كان. تمام؟ واقول اوكي. هاجي هنا في الجنب هلاقي ادي عندي توتال وعندي الار وعندي السي. توتال انا عايز الاثنين يظهر لي. الصوت مش واضح. طيب كده افضل. تمام. في التوتال انا عايز الاثنين يظهروا السيركل وال هاجي عندي في الار انا عايز ان يظهر الريكتانجل فقط، فعندي هنا كده هلاقي في ثلاث حاجات. في عندي الفيزابيلتي مود اللي هي لو اي حاجه مخفيه بتظهر لي، وفي عندي الثاني فيزابل بتخلي الحاجه لو في حاجه مخفيه بتخليها فيزابل،
وفي عندي ميك انفيزبل. فانا عايز اخلي في الار ايه اللي انفيزبل، انا عايز اخلي الدايره دي انفيزبل. فاجي على دي كده وعامل معناها ايه؟ انفيزبل. في الحاله دي هيبقى عندي ريكتانجل بس. بعد كده اجي في الايه؟ اجي في السيركل وعندي الانفيزبل عايز الريكتانجل هو اللي مش موجود. وبعدين اقول كلوز سيف. هاجي اعمل على البلوك بتاعي ده هلاقي عندي الار والسي والتوتال. لو اخترت توتال الاثنين ظهروا، لو اخترت السي سيركل بس هي اللي ظهرت، لو اخترت الار يبقى الريكتانجل هي اللي ظهرت فقط. دي بستخدمها في ايه؟ مثلا حاجه زي الوايرنج. لو انا بدل ما اقعد اعمل موضوع اللاين والنيوترال والقرص والكلام ده بالطريقه دي، لا ممكن اعمله ايه؟ ممكن اعمله دايناميك بلوك زي ما هنشوف بعد شويه. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ لو انا عندي وليكن ريكتانجل بالشكل ده، اعمله برضه بلوك وانتر. ادخل كده عليه واجي في البارامتر واختار اللينير ده بالطريقه دي كده، وبعدين اختار ادخل على اكشن واختار ستريتش واختار الايه البارامتر اللي عندي ده، واعمل كليك على الجزء اللي انا عايزه ايه يبدا من عنده. بعدين اختار كورنر، انا عايز الاسترتش ده، انا عايز اعمل استرتش للريكتانجل عندي ده من جزء معين مثلا وليكن الجزء ده. بعدين اختار ايه الريكتانجل عندي اقول اوكي. تعالوا نقفل كده ايه البلوك ده وسيف. ايه اللي هيحصل؟ بلاقي ان انا اقدر اشد الايه؟ اقدر اشد الريكتانجل اللي عندي ده واحركه في اي اتجاه، اصغره او اكبره. طب ده ممكن نستخدمه فين؟ ممكن نستخدمه في الكيبل تري. بدل ما هو درس كيبل تري، هنتكلم عن الكيبل تري برضو بعد الجزء ده. بدل ما هو درس الكيبل تري كل شويه، لا انا بعمل الجزء ده وابدا اظبطه بحيث ان انا اقدر اشده او صغره او اكبره على حسب احتياجي. تمام. ايه تاني ممكن اعمله بالدايناميك بلوك؟ لو انا عندي مثلا وليكن بوليجون بالشكل ده مثلا، وليكن مثلث مثلا بالشكل ده، هعمل بلوك اوكي. وهاجي هنا في البارامتر واختار الشرط دي او مثلا وليكن هنا كده، واختار في الاكشن برضه شرط واطبقه على الايه؟ على البارامتر ده. اعمل سيلكت اوبت لا اوكي. بعدين ايه؟ اعمل كلوز. تعال بص كده هلاقي ايه؟ هي مش واضحه شويه هنا. مش هنعمل الامر ده تاني عشان يبقى صغير شويه. هدخل في البرامتر واختار خلينا مثلا اختاره كده مثلا بالطريقه دي، واجي في الاكشن برضو اختار الشيء ده اطبقه معانا الاوبجكت ده هنا كلوزد سيف. هتلاقي ايه؟ تلاقي كانه بيعمل ميرور او بيقلب الشكل اللي عندي. تمام. هنشوف بقى دلوقتي في تطبيق الكلام ده معمولة جاهزة والحاجات دي هنزلها لكم على الجروب.
حاصلين على دايناميك بلوك مثلا معمول من كيبل غي. كيبل غي ده هو عبارة عن الحامل الكابلات او الجزء اللي بحط عليه الكابلات بتاعتي، بتبقى فوق السايد بتاعي بحامل عليه الكابلات، وده لازم اعمل له ديزاين بشكل معين، هنشوف بعد شوية ازاي الكلام ده بيتم. بس عندي الكيبل تري ده اولا ده معمول جميل بلوك، حاجات جاهزة ممكن اديها لكم تشتغلوا بيها. رقم واحد ممكن اغير الشكل بتاعه الهاتش، بحيث ان الموضوع الكيبل تري موجود في مكان واحد اقدر افرق بين الاتنين، موجود على منصوب وده على منصوب تاني اقدر افرق بينهم. فمن هنا كده اقدر اغير شكل الكيبل تري تاني الهاتش الموجود جواه. هنا ممكن ازود او اقل في طول الايه؟ في طول الكيبل تري بتاعي. هنا كده ممكن الف الكيبل تري، تمام؟ هنا اقدر احرك الكيبل تري، وهقول لكم ازاي نعمل الموضوع ان احنا بنلف الكيبل تري ده. ممكن وليكن عندي ريكتانجل بالشكل ده، هعمله برضه بلوك انتر اسميها يس. اوكي ادخل عليه، عايز اعمل له ايه؟ عايز اعمل له بيس بوينت. هاجي هنا في عندي بيس بوينت، هروح اعمل كليك عليها مثلا، لكن هعمل بيس بوينت هنا، هعمل كده نعمل كوز سيف. ايه اللي حصل؟ حصل بقى عندي بيس بوينت اقدر احرك منها ليه؟ اقدر احرك منها الاوبجكت بتاعي. خليني الف، هروح اعمل عليه لابتو عندي في لوكيشن، اختار النقطة اللي هو خليني الف مع بعض لكم النقطة دي، تمام. بعدين هاجي على اكشن هنا، بختار برضه اللي هو روتيت. الروتيت ده انا هطبقه على ايه؟ هطبقه على الجزء ده او البارامتر اللي عندي ده. بعد ما اختار الاوبجكت انتر كلوز سيف، تعالى كده نشوف ده هنعمله ازاي، هتلاقي ده ايه بيلف معانا كده، تمام. طبعا ممكن في اوبشن كتيره قوي ممكن اختار من لونها بيلف درجات معينه. ففي في حاجات كتير اقدر اعملها بالكلام ده، انا بس بقول لكم الحاجات دي بتتعمل ازاي، وانا هديكم حاجات جاهزه ممكن تقدروا تستخدموها على طول، بس تبقى عارف هي بتتعمل ازاي. معلش في حد بيسال الكيبل تري امتى واختار مواسير امتى. طب احنا ممكن نخلي الاسئله في اخر المحاضره، او في اخر كل جزء هنتكلم عن، هشوف الاسئله اللي اتقالت ايه وابدا ارد عليها واحده واحده. سؤال استخدام الكيبل تري. تمام، يبقى انا عندي هنا كده اقدر الكيبل تري ده اقدر ايه استخدمه واتحكم فيه زي ما انا عايز. ممكن في الدايناميك بلوك كمان اعمل ايه؟ يعني يبقى في اكسسوارز مع الكيبل تري زي بالشكل ده، لكن مثلا ممكن في كيبل تري مثلا هيبقى عامل كده بالصورة دي. طبعا هنا الكيبل تري كمان المحتاج بتاعته اقدر كمان اختارها من هنا، ولكن مثلا عايز كيبل تري 600، تمام، عايز مثلا كيبل تري مثلا 800 او 700 بالشكل ده زي ما انا ايه زي ما انا عايز.
كيبل تريد تاني، هخليه دي مثلا نفس الموضوع الجزء ده اللي هي التيم موجودة دي، هخليها مثلا دلوقتي انا هخلي دي مثلا اوبيو، واخلي الخروج بتاعها مثلا وليكن 300، فبقت بالشكل ده بقى 400، ده 400 ده ايه؟ الجزء التاني 300. في عندي ده كمان ممكن اعمل اونلاين على الايه؟ على اي جزء عندي هنا كده، واخلي ده برضه نفس الموضوع ايه؟ اخليه 400 بقى بالشكل ده. مثلا هاخد الجزء ده خارج منه مثلا كام؟ خارج منه احنا قلنا ده 300، هخلي ده 300، الكيبل تري ده 300. نفس الموضوع برضه في عندي لو عايز اعمل ريديوسر مثلا بالشكل ده، مثلا وليكن برضه كده، ده ريديوسر مثلا بتاعي كان ايه؟ كان من 400 ل 200، يعني بعمل ريديوسر من 400 هنا 200، لو هتبقى يكمل كده ايه؟ يكمل مثلا كده 200، تمام؟ فده ده يعني بلوك ممكن اعمل بيه اي حاجه انا عايزها، واشوف الحاجات انا هستخدمها في ايه. بس الموضوع هنا الكيبل تري ده مثلا ماشي في مكان، وبعدين هنزل من مثلا من مستوى لمستوى تاني في الكيبل تري، يعني في كيبل تري ماشي مثلا كده، وبعدين نزلت بالكيبل تري عملت اس ونزلت اكمل مثلا تحت شويه، فده كان مثلا على منسوب 3 متر 60، وبعدين بعد الجزء ده نزل على 3 متر 10 مثلا، تمام؟ فاقدر برضه نفس الموضوع ده احط الجزء ده يبين لي الموضوع ده، اقدر طبعا احركه كده ابدا احركه، تمام؟ اي اتجاه لو عايز الف ممكن الف نفس الموضوع. الجزء ده لو عملت برضه بالنسبه للجزء اخلي بدل 3 متر 10 مثلا اخليها 3 متر 20، واخلي بدل 3 متر 60 اخليها مثلا 3 متر 50، واقول اوكي اتغير عندي. ده برضه معمول بلوك نقدر نستخدمه. نفس الموضوع برضه لو انا عايز اعمل سيكشن زي سكاشن هنشوفها بعد شويه، نفس الموضوع برضه سيكشن ده معمول ده بلوك اقدر استخدمه. السكاشن نفسها بقى بتاع الكيبل تري ممكن برضو اعملها ازاي. قبل ما نعمل بقى الكيبل تري، قبل ما نعمل ندخل في السكاشن، عايز اشرح بقى ايه الكيبل تري اعمله ازاي. انا كده حددت الكابلات اللي عندي وعرفت الكابلات اللي انا هستخدمها، او حددت الكابلات اللي انا المستخدمه مثلا من اللوحه دي للوحه دي، تمام؟ في سنجل لاين ودايجرام ويب انا هشرحهم ان شاء الله المحاضره الجايه. بس عامة بيبقى في سنجل لاين دايجرام بيوضح لي الكابلات رايحه فين وجايه منين. فلو انا مثلا عندي على سبيل المثال اوضه كهرباء زي مثلا المشروع اللي هشوفه دلوقتي، ثواني بس هفتح اللوحه. تمام، انا عندي كيبل تري، عندي مثلا اوضه كهرباء في المكان ده، وعندي في اوضه كهرباء تاني موجوده في المكان ده. فعندي مثلا وليكن في عندي لوحه رئيسيه مثلا موجوده هنا. اللوحه الرئيسيه الموجوده هنا دي اللي هي مثلا وليكن بتاع الدور، وليكن مثلا زي لوحه دي بي ال بي جي بي مثلا، هتغذي لي لوحات موجوده مثلا في المكان ده، تمام؟ فانا محتاج امشي بكيبل تري من اوضه الكهرباء دي لغايه الايه؟ لغايه اوضه الكهرباء التانيه دي، تمام؟ فعايز اعرف انا هستخدم هنا كيبل تري قد ايه؟ يعني المقطع بتاع الكيبل تري اللي انا هستخدمه هنا هيبقى قد ايه؟ لازم عشان اعمل الكلام ده لازم اعمل سيكشن في الجزء ده واشوف انا الكابلات اللي عندي قد ايه؟ وهستخدم لها كيلو تري قد ايه؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ نفس الموضوع برضه بالايه؟ بالديناميك بلوك. انا هفترض مثلا مجموعه من الكابلات، ناخد بس ده كده بره كده مفتوح.
طيب مثلا وليكن الجزء بتاع الكيبل تري ده معمول ضمير بلوك ممكن نستخدمه 500 مثلا او 600 ايا كان. هاجي هنا مثلا وليكن انا عندي كابل مثلا 240، ده كابل 240 زائد 3 240 زائد 120 زائد 1 في 120 تمام، ده معمول ضمير بلوك. وليكن في عندي هستخدم مثلا كابل كمان بالشكل ده مثلا كابل وليكن 120 زائد 70 زائد 71، واستخدم كمان كابل ثالث مثلا وليكن 73 زائد 35 زائد 35. دول الثلاث كابلات اللي انا استخدمتهم، وعايز اعرف انا استخدمهم كابل تري قد ايه. يعني انا عرفت ان انا عندي هربط بين اللوحه دي وبين اللوحه الرئيسيه دي وبين اللوحات الفرعيه دي بالثلاث كابلات دول. عايز اعرف بقى الكابل تري اللي انا هستخدمه هيبقى مقاسه قد ايه، هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا، ادي اول واحد، المسافة بين الاولاني والتاني لو كان عندي ده الدايمتر بتاع الكابل الكبير اللي عندي ده والنجم اللي هو 54 ده، يبقى المسافة بين الكابل ده بين سنتر بتاع الكابل ده وسنتر بتاع الكابل ده المفروض 2 دي تمام؟ يعني المسافة بين حرف الكابل ده او الجزء بتاع الكابل ده والكابل التاني هتبقى دي تمام. فانا عندي دي كام؟ عندي 54. هبدا امشي دي كده اقول لك كام؟ 54 تمام. بقى دي كده 54، هبدا اروح كده كده تمام. المسافة من هنا كام؟ 54. طيب الكم التاني ده بنفس الطريقة، طبعا المسافة بين الكابل ده والكابل ده هي دايمتر الكابل الايه؟ دايمتر الكابل الكبير تمام؟ عندي ده هنا كام؟ ده 40 وده 54، خدت كام ال 54؟ طب ده 31 وده 40، يبقى اخد كام؟ اخد ال 40. ناخد دي كده كوبي وخلي دي كام؟ نخلي دي 40 42 تمام. دي بقت 40 ونفس الموضوع ده وراح نحركه بنفس الطريقة. بقى عندي هنا ايه؟ دي ترتيب الكابلات اللي عندي. طيب عايز بقى المسافة بين الكابلات دي كده وبعضها، كان عاملين حوالي 220 من 20 ايه؟ 20 سنتي تمام؟ طيب 20 سنتي اضربه في 1.2 يعني هزود 20% نسبيا على الجزء ده اهو هنا 220 في حوالي كام؟ 264. يبقى انا هستخدم كيلو متر هنا كام؟ هستخدم كيلو متر هنا 30 تمام؟ يبقى الكيلو متر اللي انا هستخدمه هنا كام؟ هيبقى 30. اجي هنا كده بدل ده كيلو متر هستخدم هنا كام؟ 30. طيب ال 30 ده هيجي هنا المسافه من اول هنا كده السنتر، السنتر بتاعها اهو، ناخد خط كده من السنتر
هنا ده سنتر ليه؟ النقطة دي سنتر ليه؟ سنتر الكيبل تريل تحت. أبدأ أحرك دول كده، أخدها الموز كلهم، دي كده أخدها الموز معايا، وأحركها بإيه؟ المسافة البسيطة دي. ده السنتر بتاعي، حرك كل الكيبل بي جي، السنتر اللي عندنا تمام. واجي اخد بقى من هنا كده، اخد الايه الجزء ده هنا. يبقى انا عندي ده كيبل تريل، انا هحط عليه الثلاث كابلات دول. المسافه ده الكابل الاولاني اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 240 زائد 120 زائد 120 هرتز، والكابل الثاني اللي هو كان 120 زائد 70 زائد 71، والكابل الثالث اللي هو كان 73 زائد 35 زائد 135 تمام. عند الكيبل تري المسافه دي المسافه دي اصلا قديمه هنا 40 مللي من هنا 40 مللي من هنا. طبعا بعد ما جبت المسافه دي كلها طلعت لي قلنا يعني حسبت الكابلات دي هتحط المسافه قد ايه، طلعت حوالي 219 او 220. ضربت في 1.1 عشان زود 20% سبير. وفي بعض الناس بتعمل ايه؟ بتحسب كمان تشوف الكروس سكشن اريا بتاع الكابل ده، الكروس سكشن اريا بتاع الكابل ده والكابل ده والكابل ده الموجوده دي، وتحسب الاريا بتاعت الكيبل تري ده مثلا تكون كام؟ 30 وارتفاعه كام؟ 10. ارتفاع ال 10 ثواني هرد على الاسئله ثواني. الارتفاع ب 10 يبقى 10 في 20، يبقى عندي ده كده كروس سكشن اريا بتاعته عباره عن 200. تبقى الكروس سكشن اريا بتاع كل دي كل الكابلات دي مع بعضها ده مثلا 70، ده 240، وده 120، ده 240، ده 120، ده 140، ده 120. بحسبه ازاي؟ بحسبه بشوف بدخل على الكتالوج بشوف الدايمتر الكابل ده قد ايه، واجيب منه بقى تربيع، اجيب كروس سكشن اريا بتاع الكابل ده، واجيب الكروس سكشن اريا بتاع الكابل الصغير، وهكذا، واجمع الكروس سكشن اريا دي كلها. المفروض ان الكروس سكشن بتاع الكابلات دي كلها، تجميع الكابلات دي كلها مع بعضها على الكروس سكشن اريا بتاع الكيبل تري، المفروض ان هي تبقى النسبه دي حوالي 40%، يعني الكابلات تشغل 40% من الكيبل تري ده في بعض الاحيان. لكن الاغلب ان انا بسيب سبير 20% فقط تمام. بعد كده هكمل بس السكشن اللي عندي ده وهرد على الاسئله. مين عندي نفس الموضوع معمول هنا، الجدول ده معمول برضه دايناميك بلوك بالطريقه دي، وعندي هنا كام كابل معمول هنا؟ ثلاث كابلات. وليكن ده مثلا الاي دي بي لوحه مثلا، وليكن واحد، والاي دي بي لوحه اثنين، والاي دي بي لوحه ثلاثه. بكتب بتاعي مثلا وليكن ده 3 في 240 زائد 220 بعد مثلا في 240 زائد 120 زائد مثلا 21 مثلا بنطبق بي بي سي على بي بي سي، والكابل اللي بعده نفس الموضوع، وهكتب الكابل اللي هنا نفس الموضوع. كده عملت الكابلات نفس الموضوع هنا كده، ممكن نطبق السكشن ده برضه معمول دايناميك بلوك بالطريقه. واجي هنا مثلا وليكن بنسمي السكشن ده مثلا، وليكن سيكشن مثلا اي 1 مثلا او اي 2 مثلا، اي 2 ايا كان، نعمل كليك عليه وابدا ايه اغيره، يبدا يغير لي اسم السيكشن اللي عامل زي ما انا عامله فين؟ زي ما انا عامله في الرسم. وبكده يبقى انا عرفت انا هستخدم كيبل تري قد ايه تمام، وعملت له السيكشن بتاعه بطريقه سهله جدا باستخدام ان انا بعض الدايناميك بلوك الموجوده جاهزه عندي، ان شاء الله هنزلها لكم على الجروب على فيسبوك.
بحيث ان انتوا تستخدموها ونقدر تعملوا شغلكم بسهوله وما ياخدش وقت منكم. طيب هرد على بعض الاسئله. ازاي احدد حجم الكيلو تريل بالنسبه لعدد الكبات؟ ده انا قلت الكلام ده. في حد كان بيسال تاني اخر حته بعد حساب الكابلات. انا مش فاهم انت يعني انا حته بالظبط عايزها توضح لي وبعدها لك. بالنسبه لارتفاع الكيلو ترين اختاره ازاي؟ الارتفاع بتاع الكيلو ترين انت بتعمل حاجه اسمها كومبوز درون، لان انت مش بتبقى ماشي فوق السقف لوحدك، بيبقى في دكتور تكييف، في حاجات للفاير، في حاجات للبلمنج، الحاجات دي كلها موجوده. لازم تنسق الكلام ده مع مهندس معماري ومهندس ميكانيكا بحيث تبقى انت عارف انت هتمشي فين في الكيبل تري بتاعك، وفي نفس الوقت تبقى عامل حسابك ان انا في عندي برضو ليك انت في كيبل ترانك هيمشي فيه كابلات الداتا والتليفون والكلام ده، فلازم تنسق مع مهندس شغال في اللايت كارنت بحيث انت تبقى عارف مكان ليك تقدر تمشي فيه، يبقى مفيش مشكله. في حد كان بيسال على السبورتات، السبورتات بتاعت الكيبل تري، السبورتات بتاع الكيبل تري كل متر ونص ببدا احط سبورت اشيل بيه الكيبل تري زي ما احنا شايفين هنا كده، السبورت ده زي ما احنا شايفين هنا كده في اللي هو شايل الكيبل تري ده بحطه كل متر ونص. تمام. السؤال اللي كان بيقول استخدم امتى كيبل تري واستخدم امتى مواسير بي بي سي؟ المواسير البي بي سي دي انا مش هينفع اسحب كبل كيبل تري احطه تحت الارض، فانا احط لو انا هعمل ان جراوند يعني هسحب كابلات في مواسير تبقى تحت الارض، زي مثلا انفراستراكشر، مثلا كابلات في الانفراستراكشر بستخدمش فيها كيبل تري، بستخدم فيها مواسير لان هي مدفونه تحت الارض، لكن كيبل تري ده موجود جوه المدينه بستخدمه فوق السقف الساقط. تمام. انا مش فاهم ايه 10 8 و 10 مللي، مش فاهم يعني ايه. طب عندي اسئله تاني في الجزء ده، في حد عنده اسئله في الجزء ده؟ في حد عنده اسئله في الارتفاع عادة بيبقى 10، الارتفاع عادة بيبقى 10 سنتي، ارتفاع الكيلو تري عادة بيبقى 10 سنتي، في حاجات بنستخدمها مثلا ممكن 5 و7 ونص، بس عادة اللي انت هتبقى اكتر هو 10 سنتي، الارتفاع 10 سنتي والويتس بتاعه هو اللي بيتغير. تمام. هنفتح اي مشروع كده ممكن نشتغل فيه. لو عندي مثلا مبنى زي ده وعايز اعمل كيبل تري مثلا في اي اتجاه في المبنى، هاجي مثلا هاخد هنا الكيبل تري اللي عندي دول كده مثلا، هاخد كوبي هنا ازاي حددت حجم الكيبل تري اللي عندي، هبدا امشي بمسار الكيبل تري، قلت ده لازم انسقه مع كل الحاجات الموجوده في المبنى او اللي انا همشي فيه، همشي مثلا وليكن هنا كده وهمشي تحت هنا كده وهمشي مثلا كده. معلش ممكن نبدا المحاضرة مثلا 10 دقايق. تمام. مثلا عايز اتحرك في الاتجاه ده الجزء ده، ده برضه دايمين بلوك وعندي كده مثلا حددته كان كام؟ 300
انا بقول لغايه الدعم الفني ومتجنن المحاضره كمان 10 دقايق. الدعم الفني معايا؟ ما مش مكان الدعم الفني بس مدينا المحاضره 10 دقايق.